اوكي السلام عليكم. هاي كمان كيس جابتها الطالبه وتسالني اذا هاي سيوتبل ولا لا. اوكي انا هلا اول شيء بهمني الابطمنت، ما بهمني اللي برا الابطمنت، متفقين؟ اوكي هاي عندي تمام، المثلث موجود، فقدته هون شوي، هاي في نقطه هون فقدت، بعدين كامل 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 فقدت نقطه هون. هلا هدول النوع من الدراجز اللي فيري نارو ما بخليك تعيد الانتشن عشانها. ليه؟ لانها صغيره، سمول بريبريشن، على طول حتشوفيها، حتشوفيها زي الفن طالع على برا هيك، زي البروجكشن، زي حتى الثورن، زي الشوكي طالع على برا، فحدودها واضحه. شايفه يعني هون انا ما اخذ كراون كامل، بس هون حيطلع عندي شوي زياده، وحدوده واضحه، حدوده واضحه هون، فما باخذ يعني ما بجيب ماتيريال جديد واخسر ماتيريال جديد عشان إشي بسيط بقدر اعدله بسهوله. اما انا لما سيرفس كامل على الابطمنت مو شايفيته، بقول لك لا. نفترض فرضا انه هذا الابطمنت، شوفي هذا السيرفس كامل بده شغل، مو مستاهل، وخاصه انت عيادتك وقت ثمين بالعياده. نيجي هون نفس الشيء، في عندي بابل هون اوكي، وعندي هاي دراج الصغيره هون فيزبل وايزي تو مانج، ايل اكسبت ات اوكي. في تعديل، اذا مش بيرفكت، اتس نوت ذا بيرفكت اي وود لايك تو هاف، وات اي وود لايك تو هاف، شايفيتوا هذا الثين مارجن هاي اللي لافه لافه لافه، تكون كامل مكمله، لا فيها هاي ولا فيها هاي، هدول التنتين مانجبل. اما سيرفس كامل ما بفضل مع طلابي لانه وقت العياده كثير ضيق. شكرا لك.